من بعد الحلقه الاولى اللي عطيتكم فيها ارقام على التشغيل في المغرب، هذه الحلقه هذه غادي نوريكم كيفاش ديروا باش تلقاو خدمه جوج دقائق. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم بان هذا العنوان اللي درت لهذا لا فيديو هذا ماشي خطا، وماشي غير باش نضحك عليكم، وماشي باش ندفعكم تفرجوا، هو عنوان حقيقي وغادي نوريكم اكزاكتومون كيفاش ديروا باش تلقاو خدمه في جوج ديال الدقائق. من قبل هادشي بغيت نبدا بواحد القصه اللي عشتها في واحد لا فورماسيون على لي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا. جا عندي واحد لو جون قال لي راني عييت ما نقلب على خدمه، دونك هذيك الفكره ديال عييت سا سوزونطون انه دار بزاف ديال المجهود. سولته شحال حطيتي من سيفي، قال لي بزاف. قلت له شحال هاد بزاف؟ قال لي ما نقدرش نقول لك بزاف. قلت له شحال يكونوا؟ 1000. بقى تيشوف فيا قال لي بزاف زعما 1000، واخا نكون تنفرق دي فلاير. قلت له شحال يكون؟ 500. قال لي ماشي حتى لهالدرجه. بقيت نازل معاه 200 100 50 40، في الاخر غادي نكتشف انه حط غير 7 ديال السيفيات وعيا. فإلا كنتي باغي تلقى خدمه بسبعة ديال السيفيات فتقدر تصدم، وباش ما تصدمش عندي لك واحد لا تكنيك تري سامبل ابليكي واللي تجربات من 2012 مع بزاف ديال الشباب وعطات الاكل ديالها عند بزاف ديال الشباب في جميع مناطق المغرب. الفكره هنا هو انك تولي خدام تتقلب على خدمه. هاد الجمله الشهيره اللي سمعناها وحنا صغار وكنا كنضحكوا بها على بعضياتنا هي فكره عميقه جدا، واللي الا طبقتيها كتولي فهمتي مزيان سوق الشغل المغربي والعالمي ديال هاد الوقيته هادي، وغتكون قربتي من لا بوستور اللي غتخليك تلقى الخدمه اللي كتقلب عليها. نزيد نبسط الفكره اكثر. كاين واحد الشركه سميتها انت، عندها واحد لوبجيكتيف هو انها تبيع لو برودوي اللي هو انت لدي ريكروتور باش يخدموه، وكاين انت كتقلب على خدمه وما عرفتيش كيفاش دير باش تقلب على خدمه. غادي تخدم في هذه الشركه هذه، والدور ديالك في هذه الشركه هذه هو انك تبيع داك لو برودوي اللي هو انت وتلقى ليه خدمه، وبشكل عملي تجيب ورقه وستيلو وتكتب البنود ديال هذا الكونطرا هذه، ومبروك عليك لقيتي خدمه في جوج دقائق. تقدر تبان لكم هذه لا تكنيك بليده شي شويه، ولكن هي تري بويسونت حيت فيها واحد لا سامبوليك اكستراوردينير اللي العقل تيفهمها مزيان. لا نوسيون دو كونطرا دونغاجمون، تقلاب على خدمه راه خدمه في حد ذاتها، وماشي اي واحد تيعرف يتقن ديك الخدمه. داكشي علاش ماشي كلشي تيلقى خدمه بنفس السرعه. فإلا كنتي كتقن طريقه بحث عن عمل فغتكون عندك بلوس دو شونس انك تلقى خدمه، لان فاش كتدخل اصلا شركه تخدم راه هادشي اللي غادي دير، غادي دير لا ريزولوسيون دو بروبليم في البوست ديالك. دونك لو بوست ديالك هو شيرشي ان ترافاي، ولي بروبليم هو لو مارشي دو ترافاي، لي زونتروتيان، الشركات فين جاو، فين غادي نلقى لي ريكروتور، احسن طريقه باش نديبوزي سي في، شنو هما لي كيسيون اللي غادي يطرحوا في لونتروتيان، كيفاش نجاوب، كيفاش انني نقنع لو ريكروتور، اي انسي دو سويت. والسؤال اللي غادي تطرح هنايا هو كيفاش غادي ندير انايا نبقى نقلب على خدمه من الصباح حتى العشيه، من الاثنين حتى السبت، وحبذا لا تقلب حتى لحد الى قدرتي. الفكره غادي نجيو لها اون ديتاي في لي فيديو الجايين فاش غادي نهضروا على لي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا. مي شيرشي ان ترافاي ماشي بالضروره ديما ها السي في وكدور على الشركات. شيرشي ان ترافاي تقدر تكون تدير دي سيميلاسيون دونتروتيان، الي فيزيتي ان فوروم، تمشي نجلس مع شي واحد قرا معايا وديجا لقى خدمه ونعرض عليه في قهوه واحد نص ساعه ونسولو ناخذ عنده لي زانفورماسيون كيفاش دار تلقى خدمه. تقدر تكون نعطي السي في ديالي لواحد جوج ثلاثه ديال الناس يديروا لي التصحيح باش الاخطاء اللي فيه ما يبقاوش فيه. اي اكسيون صغيره ولا كبيره، قريبه ولا بعيده، غادي توصلني للوبجيكتيف ديالي. ومنين تكون خدام تتقلب على خدمه خاصك تقلب بالنيه ديال انك غتلقى خدمه، وما غتحبس حتى تلقى خدمه، ويا اما غتلقى خدمه يا اما غتلقى خدمه. الا كنتي كتقلب بالنيه ديال ما كايناش الخدمه فعلاش كتقلب على خدمه اصلا؟ ولا كنتي كتقلب بالنيه ديال محاش نلقى خدمه فراه محاش تلقى خدمه. دونك لا بيرفورمانس ديالك في كاع لي زيتاب ديال لا ريشيرش دومبلوا تيداروا بطريقه اللي هي ناقصه على واحد اللي متاكد انه الا دار المجهود وبقى تيدير المجهود بطريقه مستمره غادي يوصل للهدف ديالو. وفي الفيديوهات الجايه ان شاء الله غادي نهضر لكم على سي في، كيفاش تكتبوا ان بون سي في، غادي نهضروا على تكنيك دو ريشيرش دومبلوا اللي تيخدموا في المارشي ماروكان ديال دابا، وغادي نهضروا على لونتروتيان دومبوش كيفاش نوجد ليه بطريقه عمليه لي كيسيون حتى النفسيه ديالي باش نواجه هذاك لو ريكروتور، يكون واحد جوج او ثلاثه او ميم اكثر، وكيفاش انني داك الشيء اللي وجدت في المخ ديالي هو اللي غادي نخرج نهار لونتروتيان، وغنكون راضي على الطريقه باش جاوبت، باش حتى الا كان ما تقبلاش لا كونديداتور ديالي ما غاديش يكون المشكل مني. اون اتوندون لا فيديو الجايه اللي غنهضر فيها على السي في، بارطاجيو هاد لا فيديو مع صحابكم، طاغيوهم في لي كومونتير، كتبوا لي الا عندكم دي كيسيون دي شوز اللي بغيتوني نهضر عليهم في الفيديو الجايين باش ناخذهم بعين الاعتبار. من هنا لا فيديو الجايه، تهلاو في راسكم.